سمعني يا ساتر. في رمضان انك تطلع في الدباب الموضوع يعني خلنا نقول شبه غلا تركيز عالي. اليوم انا معي رديف، فدائما وابدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فطور طلع علينا السحور مع سحور، وفي جدول بعد السحور على حسب نشوف الوضع، لانه الجدول يخوف شوي. في الهبايا بعدين مو بالحين، انا مش فاضيين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعطني خيرا ما في هذا اليوم واكفني شره. لا الجو حلو اليوم. الرديف وينك يا الرديف؟ اللي طالعين معنا اليوم عبد العزيز، فهد اللي حاط جدايل على اخوته، عبد الرحمن اللي وضب ماكينته، سلطان ابو دبابه ابيض اللي دائما يضربنا بصوت دبابه، وفي واحد برضه من طرف عبد الرحمن. ما ادري اذا في ناس بيكملون يعني بيفطرون في بيوتهم بعدين بيلحقونا، ما ادري، بس اليوم طلعتنا مره مطوله لدرجه اني جايب معي الشاحن المتنقل، بحيث اذا الكاميرا الجوبرو او الجوال او اي احد من الاجهزه اللي جايبها معي او من الكاميرا الثانيه اشحنها واخلص اموري بسرعه. جودي 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 جودي. كان تروشت وفطرت ونزلت، الساعة الحين 6 الا 10 دقائق الا 9 دقائق. حلو القناع ذا، هذا حق البس اشوف، والله رهيب تصدق. حتى المساحة ذي اللي هنا قصيرة، مو بزي بعض الاقنعة كل ما تلبسها تتوسع. كم لها معك؟ هذا من شو اسمه كارتينج. إيه؟ هذا حق كارتينج؟ إيه؟ لا يلا تقدر تركب الحين. اوكي ولا كأنك ركبت. جاهز يا لبا؟ اقول جاهز يا حلو. يلا جاهزة دايما، جاهزة دايما. السواقة بالرديف تفرق تماما عن السواقة وانت بالحالك. الرديف اللي راكب معي يفهم اذا لفيت يمين يعكس الاتجاه ويثبت نفسه على حسب اللفة، يعرف يوزن نفسه في الزحمة في المناورات، يعرف يثبت نفسه، ما هو كثير الحركة. حتى لما توقف عند اشارة يعرف يثبت نفسه ما يربش. والله توقعت ان الشارع يكون فاضي، لكن والله زحيم. تشوفني جاي، وخر يا حبيبي وخر، ادري انك صايم الله يستر عليك حبيبي. يا ساتر يا الجمس، يا ساتر يا ساتر. الله يستر عليك والله يستر عليك والله يستر عليك. شفت راعي الهايلوكس يوم وخر قبل شوي؟ ترى هذه الحركه مصيبه عيال، لا احد يسويها، انك توخر كذا بشكل مفاجئ على المسار اللي على يمينك. ترى هذه ابدا ابدا ما هي يعني طريقه حلوه انك انت تهرب من مسار واقف قدامك، خاصة يعني في الشوارع اللي فيها زحمة زي كذا. يعني هل أنت مركز على المسار اللي على يمينك بحيث أنك لما تهرب ما في أحد يمينك، أنت ضامن أنك تلف يمين يعني، ولا علشانك خلاص سريع أول واحد خلاص تضمن أنه ما في أحد على يمينك؟ أو ممكن يكون دباب، ممكن يكون أنا طيب ماسك السيف سايد مثلا على الخط هذا، إيش بتسوي؟ يا ساتر إيش فيه ذا، وقف الخط ليش؟ خلاص الناس تركيز ما فيه، يبون يفطرون جعانين، ابي سمبوسة ابي مويا. واحدة مصروف ثانية. يا في رياح قاعدة تدف الدباب، والله في رياح قاعدة تدف الدباب ولا جسمي؟ والله حادث بهذا الوقت ترى، قسم بالله شينة شينة مرة. بينتظرون نجم ونجم لسه بيفطر، يعني اقل شيء بيقعدون هنا 40 دقيقة. احد بيجيهم بسرعة، معليش معليش انت تكلم جوال وانا اعطيتك فض، معليش. يا زين ام الدباب يا عيال من زحمة، شكرا شكرا شكرا. هلا بي الجنط، سوزو ايش فيه؟ متى يأذن؟ ها؟ متى يأذن؟ الساعة 6 و16 6 و15؟ 15 16 15 16 و11 دقيقة، قدامنا 4 دقائق، خلاص المطعم قدام، إشارة باخذ معها يسار. هلا هلا. أذن ولا باقي؟ لا باقي تقريبا دقيقتين أو 3 دقائق. سمي ولا نقول لك؟ كيف حالك؟ هلو طيب، ترى مبارك قريب. لا شو اسمه، ايش يقولون هذيك اللي لا سلام لا طعام على سلام، لا سلام لا طعام على سلام. أذن باقي ما أذن. متى باقي شوي بتسمع الاذان عاد. ما عندك شو اسمه منبه بالجوال؟ تطبيق ذا حق صلاه؟ لا تو بس يا رب اصدق اذن مو على كيفك. لا وش عندي موضوع. الظاهر طفى علي المايك قبل شوي يا عيال، ما كنت مثبت السلك حق الادابتر. معليش يا عيال معليش معليش، تاخرت عليكم انا اسف. سلم صحه صحه. هلا قلبك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلم صحة على قلبي. ما شاء الله الله يحفظك. رمطة رمطة
ورم طع. وين جدايلك؟ وين راحت؟ طارت؟ احسن لان حاط عيني عليها تستاهل. شوف الحين اول ما اجي على يمين عزوز عزوز بيعطيها بلا 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 بلا. شوفها قد بدا من الحين ناظرة والله اني داري. الله يبارك لك بحلالك. لا قل قسم لا صدق والله اجيب لك قهوة. ليش سفاني جيمر ما برمج الهيبوزة للحين؟ طبعا اولا قبل ما ندخل في الموضوع هذا تعرفون ان البرمجة انواع، في برمجة رشاش، في برمجة اللي هو باكات اذا فكيت الثروتل، في برمجة تسارع، في برمجة مقاومات، في برمجة فكت فصلة تمشي فوق 300، يعني امور كثير. كل الامور هذه دقيقة في واحد جاي. كل الامور هذه على الهيبوزة الجديد لسه باقي ما انفكت الشفرة، يعني بمعنى آخر بمعنى عام عشان الكل يفهم، الهيبوزة يا طويل العمر السلامة من أول ما طلع الشكل الجديد 2022 ما نزلت له برمجة إلى الآن، ولا أحد برمج هيبوزة جديد إلى الآن بسبب أنه لسه باقي ما في برمجة. لاني دائما الاقي الناس تسالني او المتابعين او اصدقائنا او اصحابنا اللي يتابعونا من جميع انحاء العالم، ليش ما تبرمج الهيبوزة يا سفاني جيمر؟ بسبب انه لسه البرمجه باقي ما انفكت، لسه ما في شيء الى الان ظهر عند المبرمجين انهم يقدروا يفكوا الشفره حقت ملفات الهيبوزة ويقدروا يعدلوا عليه ويبرمجوا اذا كان تسارع او 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 من انواع البرمجه اللي ذكرناها بدايه الحلقه. فيب عليكم بالانتظار. كيف الرديف بالهيبوزة؟ والله مريح. مريح صح؟ يعني شوف اول دباب بنفسي حقك انا اي يمكن تركب اول متأذي. علشان ليش متأذي؟ عطني السبب. وما في قصدك علشان الكرسي نحيف يعني ويابس. احس اني طاير. حلو. الدباب اللي عنده الدباب العنسول اللي هو الموديل القديم مرتبته اكبر. مرتبه اكبر واريح. واريح. طيب مقارنة بدباب سعود والهيبوزة؟ لا انا هنا تعرف هنا بالصني بعدين ركب كابرس 90 راتب حمراء. ما شاء الله. شوي بس شوي شوي بس شوي بس شوي. انا بتاكد من الرديف. ابسدح. امورك طيبه؟ تتمسك؟ يا سلام. مع الرديف يا عيال. 140. تسبقني على الكيرف معي رديف. نهدي على 140. والله الرديف مشكلة ما شاء الله عليك. خذيت كيرفات مرة قوية بس يعني على 140 160 كانت الأمور تقريبا. طيب أنا سكت بالرديف. هاي الرديف كيف وضعك؟ أمورك طيبة؟ للأمانة يا جماعة خير، بس عشان أحذركم ترى مثل هذه الامور لا حد يسويها. انا متدرب واللي وراي متدرب وسوينا في مكان يعني نقدر ناخذ راحتنا يعني ممارستنا لقيادة الدراجة النارية بطريقة الكيرفات او يعني بهواية ورياضة الكيرفات بالدراجات النارية عفوا. فللامانة ترى معي رديف متدرب يعني يعرف متى ينزل معي يمين ولا يسار،
ولا هو ترى موضوع جدا خطر اصلا للسائق انه يعني هو بالحاله، بس يعني متمرسين بمثل هذه الامور عفوا تكون امورهم طيبه. انا والله هديت شويه، العيال شلعوا قدام، انا اشوف ثلاثة، الرابع وين؟ عبد العزيز، عبد العزيز وينه؟ من زمان عنك يا فهد بليفارد، كذا مره طلع معانا. تقريبا لنا بعد ما فطرنا يمكن تقريبا لنا 3 أو 4 ساعات جالسين هنا في الكافي حق العماريه او الكافي حق الجبيله، معروف دائما البايكرية يجون يوقفون هنا، يوقفون دباباتهم، شباب كلهم هنا واقفين. الحين بنمشي، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هلا والله بالبريفارد يا حبيبي يا فهد، من زمان عنك ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له. عبد الخالق الله يا البريفارد. اذكر امه. لا 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 ما شاء الله يا بريفارد. امسك مسارك تيريريريم اول باول تيريريريم. الله يحفظك، بس امسكي مسارك الله يعطيك العافية. ما عندي مشكلة، بس يعني دقي اشارة وخذي مسارك اللي تبينه، يعني مو بكذا على طول. سمعني يا سعد امك يا شيخ، اسعد راسي. ان شاء الله ان شاء الله. والله انت مشاكس قسم بالله، لازم اذا مخروع عني يا عيال. ايش فيه؟ صلي على النبي يا ولد، اقعد اقعد. يا قلبي يا عيال، يزين امكم تكوى. والله يا عيال بس معليش، الكيرف هذا مره ما ودي اقول انه من امتع الكيرفات، لكنه من اوسخ الكيرفات. ارضيته ناعمه، الله يرحمهم ويغفر لهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويوسع في قبرهم، ينعم عليهم جنه. وش ذا ما شاء الله، وش ذا سلطان ما شاء الله. الحين وقت السحور يا جماعه الخير، في احد لازم يقطع الصوره؟ ما ادري اذا الشباب بيكملون بعد السحور ولا لا، ما ادري والله صراحه. ايش فيك ايش فيك؟ من اللي راح يجيب لك؟ خلاص هو يسال يقول ثنتين مضبي. اتوقع فاتورتين ترى، هذه واحده وفي واحده ثانيه. تخيل نفسك تيور. لا بس حركاتك اصبر. يلا يا اهلين ويا سهلين ويا بوستين على الخدين، حياكم الله. اليوم معنا مقطع جديد. ايش لحظه ايش كان؟ انا ما اسويها، انا ما ادري ايش هذه.